لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. أسسه أمير حجازي واستمر 37 عاما فقط، وتوفي أحد الملوك في ظروف غامضة. العهد الملكي في العراق. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نزولا عند رغبة أحد المشاركين، إخوة المشاركين لقناة بلادي، يعني طلب فتح حلقة نخصص لها للفترة العهد الملكي في العراق، لكن إذا توفر لنا الوقت سوف نقدم حلقات أكثر إن شاء الله. لا يمكن الحديث عن العهد الملكي في العراق دون ذكر الأحداث المباشرة التي سبقته. فبعد الثورة العربية الكبرى ومحاولة الشريف الحسين بن علي مساعدة القوات البريطانية على هزيمة العثمانيين، ليحاول بعد ذلك إقامة خلافة مستقلة تحت حكم عربي في البلاد العربية، أعلن فيصل بن شريف حسين مملكة سوريا في مارس آذار عام 1920، وتشمل أراضي لبنان وفلسطين وأردن وسوريا. ولكن كان لدى قادة الدول الأوروبية اللي سيطرت على المنطقة في ذلك الوقت أفكارا وترتيبات أخرى. انهارت المملكة الجديدة في أقل من 6 أشهر بعد أن سحقها الجيش الفرنسي الذي كان لديه الانتداب في دمشق، فسافر فيصل إلى لندن. وفي نفس الوقت في العراق، وبعد خسارة القوات العثمانية وسيطرة الجيش البريطاني على ما كانت تعرف بولايات العراق الثلاث، الموصل وبغداد والبصرة، وبعد فرض الانتداب البريطاني، شهد العراق قيام ثورة 20 ضد القوات البريطانية وانتفاض العديد من العشائر العراقية بتأييد من رجال الدين. تكبد الجيش البريطاني خسائر كبيرة في المعدات وخسائر في الأرواح تقدر بالمئات، وتعرضت الحكومة في لندن إلى الضغط من الصحف البريطانية التي كانت تنتقد فشل إدارة المستعمرة العراقية. مؤتمر القاهرة وتعيين ملك فيصل ملكا بتوصيات بريطانية. اضطرت الحكومة البريطانية بعدها لعقد مؤتمر في عام 1921 في القاهرة التي كانت حين مركز القيادة البريطانية في المنطقة. كان المؤتمر برئاسة وينستون شرشل الذي كان حينها وزيرا للمستعمرات البريطانية. وبعد مشاورات استمرت أسبوعين وتوصيات من موظفين وشخصيات بريطانية مثل لورانس العرب والمس بيل، وقع الاختيار على فيصل الأول وتتويجه ملكا على العراق. تقبل وجهاء الشعب العراقي الخبر بشكل جيد ووافقوا على اختيار فيصل ملكا للعراق، لأنه حظي بقبول واسع بسبب نسبه للنبي محمد، ولأن العراقيين كانت لديهم آمال كبيرة للتخلص من الانتداب البريطاني. وصل الأمير الحجازي المملكة العراقية الوليدة في سفينة عبر ميناء البصرة، واستقل القطار بعد ذلك إلى بغداد. وفي طريقه توقف في مدينتي الحلة والكوفة لمقابلة وجهاء المدينتين وشيوخ العشائر والقيادات الدينية، بالإضافة إلى توقفه في كربلاء والنجف وزيارة قبور ومراقد أئمة الشيعة في محاولة لحشد الدعم من المجتمع الشيعي بحسب المؤرخ ياسر إسماعيل ناصر. مع تأسيس النظام الملكي في العراق بدأ فصل جديد ومهم في تاريخ العراق الحديث، وتحولت البلاد من كيان يتألف من 3 ولايات إلى دولة واحدة ذات نظام وطني، وبدأ الملك فيصل الأول مشروع بناء الدولة من نقطة الصفر. المملكة العراقية الأولى، التأسيس من الصفر. شهدت مرحلة الملك فيصل الأول تشكيل نواة الجيش العراقي في 6 يناير كانون الثاني عام 1921 من 10 ضباط عراقيين ممن كانوا في جيش الحجاز العربي والذين قاتلوا ضد الدولة العثمانية، وأنشئت بعدها مدرسة تدريب الضباط لتؤمن حاجة الجيش. ثم بدأ تسجيل المتطوعين وتشكيل الفوج الأول من الجيش العراقي وتشكيل كتيبة الخيال الأولى، والتي كان من بين تشكيلاتها الحرس الملكي، حتى ضمت تشكيلات الجيش حوالي 4000 متطوع موزعين على 3 حاميات عسكرية للجيش العراقي، هي الموصل وبغداد والحلة. ثم ألحقت بكل منها مفرزة أطباء عسكريين. أسس فيصل جامعة
أهل البيت في حي الأعظمية ببغداد والتي بقيت تحت اسم الجامعة العربية، وشجع السوريين في المنفى على العمل أطباء ومعلمين في العراق. وفي عام 1930 وقع العراق وبريطانيا معاهدة لمنح العراق درجة من الاستقلال السياسي خففت من السيطرة البريطانية، لكنها أعطتها أيضا حقوق التمركز وتحريك القوات العسكرية في العراق، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على موارد النفط العراقية. بعد ذلك بعامين انتهى الانتداب البريطاني وحصل العراق على الاستقلال، وأصبح العضو 57 في عصبة الأمم، وهو إنجاز بحسب الملك فيصل الذي يعتبره البعض سياسيا ماهرا أجاد التعامل مع البريطانيين. وفي 8 سبتمبر أيلول عام 1933 توفي فيصل الأول جراء أزمة قلبية عندما كان موجودا في مدينة بيرن بسويسرا. الملك غازي الأول وشبهة اغتيال. من بعد وفاة والده فيصل توج ولي العهد غازي ملكا على العراق عام 1933، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما. كان الملك غازي ذات ميول وحدوية عربية ومناهضا للنفوذ البريطاني في العراق، واعتبره عقبة في طريق بناء الدولة العراقية الفتية وتنميتها، واعتبر النفوذ البريطاني في العراق هو المسؤول عن نهب ثرواته النفطية والأثارية المكتشفة حديثا. أنشئت في عهد الملك غازي مشاريع كثيرة، منها السدود والجسور وغير ذلك، وكذلك وقف التعامل بالروبية الهندية اللي فرضتها بريطانيا على العراق عملة رسمية بدلا من الليرة العثمانية، واستبدلها الملك بالعملة العراقية، وكذلك كان البث الأول للإذاعة العراقية في عهده. لم يدم حكم غازي طويلا، وتوفي في حادث سيارة غامض مساء يوم 4 أبريل نيسان عام 1939، عندما كان يقود سيارته بنفسه فاصطدمت بأحد أعمدة الكهربائية التي سقطت على رأسه. اعتبر البعض أنه مدبر، ولكن لم يتم إثبات أي شيء من هذا القبيل. وبحسب شهادة صائب شوكت طبيب الملك غازي الخاص وأول من قام بمعاينته بعد الحادث مباشرة، يقول ذلك الطبيب: كنت أول من فحص الملك غازي بناء على طلب السيدين نوري سعيد ورستم حيدر أحد الوزراء لمعرفة درجة الخطر الذي يحيق بحياتي، وأن نوري سعيد طلب إلي أن أقول في تقريري أن الحادث كان نتيجة اصطدام سيارة الملك بعمود الكهرباء، وأنا أعتقد أنه قد قتل نتيجة ضربة على رأسي بقضيب حديدي بشدة، وربما استخدم شقيق الخادم الذي قتل في القصر قبل وفاة غازي بمدة قليلة والذي كان معه في السيارة لتنفيذ عملية الاغتيال، فقد جاء بالخادم فور وقوع العملية إلي وكان مصابا بخلأ في ذراعي، وقمت بإعادة الذراع إلى وضعه الطبيعي، ثم اختفى الخادم ومعه عامل لاسلكي منذ ذلك يوم وإلى الأبد، ولا أحد يعرف عن مصيرهما حتى اليوم. المملكة العراقية الثانية، عرش العراق تحت الوصاية. بعد وفاة الملك غازي توج ابنه الملك فيصل ملكا على العراق، وكان لا يزال عمره 3 سنوات تحت وصايا خاله الأمير عبد الإله بن علي بن الحسين. أنهى الصبي تعليمه في مدرسة هارو الداخلية البريطانية، حيث درس جنبا إلى جنب مع ابن عمي الملك حسين ملك الأردن والد الملك الأردني الحالي الملك عبد الله. وسميت هذه المرحلة بالمملكة العراقية الثانية لأنها كانت مرحلة جديدة في تاريخ العراق بعد خروج القوات البريطانية من العراق. احتل الملك فيصل الثاني عرش المملكة العراقية في سن 18 عام 1953، وعلقت آمال كبيرة على الملك الشاب للبناء على إرث والده وجده. كانت هناك شخصية رئيسية أخرى في العهد الملكي العراقي، هي شخصية نوري باشا السعيد الذي تولى رئاسة الوزراء 14 مرة، وكان أهم ما يحسب له إنشاء مجلس الإعمار العراقي الذي كان وراء إنجاز أكبر المشاريع التنموية والبنى التحتية في العراق في ذلك الوقت، والتي لا يزال الكثير منها موجودا حتى اليوم. مجلس الإعمار في العهد الملكي في العراق وأسابيع الإنجاز. بعد تأسيس مجلس الإعمار
وضعت خطة تنموية لإصلاح الأوضاع في المملكة العراقية من خلال اتباع سياسة عمرانية واقتصادية جديدة، خاصة بعد تحسن إيرادات العراق النفطية والتي بلغت حينها 50 مليون دينار عراقي في عام 1953. وعقد نوري السعيد اتفاقية بموجبها يتم تقاسم الأرباح مناصفة مع الشركات الأجنبية العاملة في نفط العراق، وتميز مجلس الإعمار بتنفيذ عدة مشاريع ثم افتتاح المشاريع المنجزة دفعة واحدة خلال فترة سميت أسبوع الإعمار. أسبوع الإعمار الأول في المملكة العراقية. ابتدأ أسبوع الإعمار الأول في الأسبوع الأول من شهر أبريل نيسان عام 1956، وافتتح الملك فيصل الثاني عدة مشاريع مهمة مثل مشروع بحيرة الثرثار الذي أنقذ مدينة بغداد من خطر الفيضانات المستمرة التي حدثت عدة مرات سابقا، كان آخرها فيضان عام 1954، ومشروع الحبانية في مدينة الرمادي والهدف منه القضاء كليا على خطر الفيضان. ومن ثم افتتح رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد جسري الحلة والهندية وطريق الحلة الكوفة النجف. أسبوع الإعمار الثاني كان أسبوع الإعمار الثاني في شهر مارس آذار عام 1957، وفيه افتتح الملك فيصل الثاني جسر الملكة عالية الذي أصبح اسمه جسر الجمهورية، وافتتح جسر الأئمة الرابط بين الكاظمية والأعظمية، وتم افتتاح معمل الألبان في أبو غريب، وافتتح الملك فيصل الثاني معمل النسيج القطني في الموصل، وبعدها سافر الملك إلى السليمانية وافتتح معمل الأسمنت الحكومي في سرجنار، وتفقد مشروع سد وخزان دوكان العملاق في مدينة السليمانية الذي كان تحت الإنشاء في وقته، والذي بدأ العمل في عام 1954 واكتمل بناؤه سنة 1959. كما شهد عهد الملكي في العراق إنشاء عديد من المشاريع الضخمة الأخرى. أولاً وضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس لمشروع إسكان غربي بغداد المتضمن بناء 25 ألف بيت لغاية عام 1960، وهذا المشروع مقترح من قبل شركة دوكس يادس البولندية والمكلفة من قبل الحكومة العراقية بوضع خطة لحل مشكلة السكن في العراق، وتقضي الخطة ببناء 400 ألف دار بحلول عام 1980 في عموم العراق، وتم افتتاح 120 دار ضمن هذا المشروع في منطقة الوشاش وألف دار في منطقة الشالشية لعمال السكك. 2. افتتح نوري السعيد أيضا مكتب الذرية التي أهدتها الحكومة الأمريكية للعراق تزامنا مع إنشاء العراق المختبر المركزي لبحوث الذرة المرتبط باللجنة الذرية في مجلس الإعمار لمواكبة التقدم العالمي الحاصل في هذا المجال. 3. افتتاح مشروع مزارع المسيب الكبير اللي يتضمن إنشاء مزارع حديث الفلاحين، وقد تجاوز تكلفة المشاريع المنجزة في أسبوع الإعمار الثاني 27 مليون دينار عراقي. وكانت هناك عدة مشاريع قيد الإنشاء أكملت بعد نهاية العهد الملكي ومقتل عائلة المالكة بعد قيام ثورة 14 تموز، مثل بناء البرلمان العراقي ومدينة الطب، إضافة إلى الكليات المجاورة له ومستشفيات الكرخ والكاظمية وبناء جامعة بغداد وسدود ومشاريع إروائية ومصانع كثيرة. النهاية المأساوية للعائلة المالكة في قصر الرحاب. أيضا هذا الموضوع راح نحاول إن شاء الله بحلقة كاملة نتخصص عن هذا الحدث. في صبيحة يوم 14 يوليو تموز عام 58 استيقظ الملك فيصل الثاني والعائلة المالكة على أصوات تبادل النار في حديقة القصر بين مجموعة من الجنود والحرس الملكي، قبل أن يدخل مجموعة من الضباط إلى القصر وطلبوا من الحرس الاستسلام فاستجابوا للطلب. جمع جنود العائلة المالكة بما فيهم الملك فيصل وخاله الوصي الأمير عبد الإله وأطلقوا عليهم النار، وقاموا بعد ذلك بالتمثيل بجثثهم وسحل جثة الأمير عبد الإله وحرقها، وكذلك فعلوا مع رئيس الوزراء نوري السعيد في اليوم التالي بعد أن قبضوا عليه متخفيا في أحد البيوت، لتنتهي بذلك المملكة العراقية والعهد الملكي وتعلن الجمهورية العراقية. الحكم الملكي في العراق الوجه الآخر. رغم كل ما يذكر من إنجازات العهد الملكي العراقي، كانت هناك بعض الإخفاقات والمشاكل الكبيرة على مستوى البلاد، نذكر بعضها. أولا
مع نهاية الحكم الملكي كان نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وتصل إلى 80% بحسب بعض المصادر. ارتكاب جيش العراقي مذبحة سميل بحق الآشوريين في شمال العراق في عهد الملك فيصل الأول ومقتل حوالي 600 شخص من المدنيين، بحسب المصادر كان الضحايا 3000، لكن المصادر الحقيقية تروي بأنهم أكثر من مثلا 7000 إلى 10000 ضحية راح أثر هاي المذبحة. وأيضا الرواية الحقيقية يقولون بأن غازي وبكر صدقي هم من دبروا هذه المذبحة. التباين الطبقي واستئثار بعض العوائل المقربة من عائلة الملكية بالامتيازات والمناصب العالية، استيلاء الإقطاعيين والمسؤولين في الحكومة على آلاف الدونمات من الأراضي. في النهاية يبقى الحكم على فترة العهد الملكي في العراق صعبا بسبب كون تلك المرحلة كانت بداية تجربة لإنشاء الدولة العراقية الحديثة وسط ظروف دولية معقدة، وكذلك من الصعب الخروج بتصور واضح بسبب تحيز الكثير من المصادر التاريخية التي تتحدث عن عهد الملكي في العراق ما بين مؤيد يحن إلى عصر مستقر نوعا ما، ومقارنة تلك الحقبة بعصر انقلابات العسكرية التي توالت بعد ذلك حتى وصول صدام حسين للحكم، ومن ثم سقوط نظامي واحتلال العراق عام 2003، وبين مؤيد لثورة 14 تموز التي أطاحت بالحكم الملكي في العراق وتخلصت بحسب رأيه من نظام حكم طبقي عينه الاستعمار. طبعا ما ورد حقيقة من عنوان والمادة الموضوع تعبر عن رأي الكاتب، لكن إذا توفر لدينا الوقت يعني إن شاء الله سنسلط الضوء على مزيد من الأحداث قبل وبعد عام 1921 ولغاية 14 تموز 58. نشر يعني هذا المقال في عربي بوست ومن قبل الكاتب عمار علي وبتاريخ 8/7/2022. حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات.